بسم الله الرحمن الرحيم. المحامون الزملاء الأجلاء، استكمالا لسلسلة الأدلة من واقع المرافعات الجنائية، نستكمل ما بدأناه بخصوص شهادة الشهود. طبعا احنا قدمنا في الحلقة الماضية النصوص الإجرائية المتعلقة بالشهادة وأدائها، وأيضا سنستكمل منها أكثر النقاط العملية التي تتعرض أو نتعرض لها في ممارسة دعاوانا أو السير فيها بالطبع، وكيفية مراعاة هذه النصوص وقواعدها وأحكامها بالنسبة لما يمكن أن يتم مراعاته بالنسبة لها. قلنا أن في نص المادة 283 اللي هي بتتكلم عن وجوب أن يتصدر الشهادة حلف يمين، لابد كما نص القانون واستقرت أحكام محكمتنا العليا ومحكم محاكمنا الجنائية على أن يتصدر الشهادة حلف يمين حتى تكون الشهادة دليل قانوني معتبر يمكن التعويل عليه. ولكن هناك أحوال بالنسبة للنواحي العمرية والسنية للشاهد يمكن أن نوجزها فيما يلي. أولا، بالنسبة للشهادة للشاهد الذي لم يتجاوز عمره 14 سنة، فهذا إذا ما أدى الشهادة فإنه يؤديها دون حلف يمين، وإذا ما تخطى سن الشاهد 14 سنة لابد أن يؤدي اليمين القانونية قبل أداء الشهادة. وإذا كان الشاهد دون السابعة من عمره، من السابعة إلى دون السابعة من العمر، فإن ذلك هذه الشهادة تعد لها قرينة قانونية بأنه لا يمكن التعويل عليها، لأن هذه الشهادة في هذه الحالة شهادة قد افتقد صاحبها إلى معيار التمييز والإدراك، فبها قرينة قانونية لا يمكن بأي حال من الأحوال التعويل عليها. إذا ما أوجب بالنسبة للشاهد دون الرابعة عشر، أو بالنسبة للشاهد الذي يتوجب حلف اليمين بعد الرابعة عشر من العمر، إذا ما كانت هناك شهادته قد أتت في الأوراق ولكن دون حلف يمين، هل المحكمة في هذه الحالة لا يمكن التعويل على هذه الشهادة؟ لا بالطبع، من الممكن، وهناك أحكام حديثة لمحكمة النقض أكدت بأنه إن عدم أداء اليمين لا ينفي عن الشهادة أن صاحبها قد أدرك حقيقة الواقعة وأقر بها في التحقيقات أو أمام المحكمة مثلا، أو في الأوراق التي قدمت للمحكمة، سواء في تحقيقات النيابة أو في ما يقدم من إقرارات بالشهادة مثلا. هذه الشهادة على هذا النحو الذي طالعناه في هذه الحالة لابد بأي وبكل الأحوال أن القضاء له ميزان وتقدير عليها، إلا ما تعلق بها بالنص القانوني، وفي هذه الحالة لابد من خضوع تقييمها إلى القضاء الذي ينظر الدعوة. هذا بالنسبة للمعيار السني والعمري للشاهد عند أداء شهادته. طب ما يتعلق للشهادة من حيث صفة صاحبها وامتناعه عن أداء الشهادة، ما الذي يتعلق بهذه الناحية؟ هذه الناحية بالنسبة للشاهد من حيث صفته وحيث أدائه للشهادة أو امتناعه عن أداء هذه الشهادة، قد نظمتها المواد 286 و287 من قانون الإجراءات الجنائية. المادة 287 تكلمت على أن ما يخضع له الشاهد من حيث منعه عن أداء الشهادة هو ما نص عليه في قانون المرافعات، يعني رجع للأصل العام اللي هو قانون المرافعات. نلاقي المادة 65 و66 و67 تحديدا تناولوا هذا الأمر. المادة 65 تكلمت على أن الموظفون العموميون مثلا أثناء أدائهم للعمل العام أو المكلفون بخدمة عامة أثناء أدائهم لعملهم الوظيفي، في هذه الحالة لا يمكن لأي منهم أن يشهد على العمل الذي
كان يجريه أو يؤدي شهادة بخصوص هذا العمل إلا إذا كان هذا العمل قد تم نشره بالطريق القانوني أو أنه قد حصل على إذن من رئيسه في هذا العمل بأداء هذه الشهادة. كذلك أيضا الوكلاء والمحامون والأطباء فيما يقومون به من أعمال لأصحاب الشأن لموكليهم في هذه الحالة لا يمكن أيضا الإفصاح عن ما أبدى به من كان يقوم الوكيل أو المحامي أو الطبيب بالعمل له ولحسابه بشهادة على أمور وقائع قد أقر له بها أثناء توليه أمره أو أثناء مباشرته لحالته، إلا ما يتعلق إذا كان الأمر يتعلق بارتكابه جنحة أو جناية. أيضا بالنسبة للمنع، بالنسبة لشهادة أحد الزوجين على الآخر أو أحد الأقارب على قريبه، أيضا أثناء مباشرة الحياة الزوجية أو أثناء قيام رابطة الزوجية بين الزوجين، فليس لأحد الزوجين أن يقوم بالشهادة على الزوج الآخر فيما أفشى له وأبدى له من أسرار مثلا تتعلق بأمور معينة أيا كانت هذه الأمور، إلا أيضا إذا كان الأمر يتعلق بجناية أو جنحة ارتكبت من أحدهما قبل الآخر. يبقى ده تحديدا ما ورد بنص قانون الإثبات، وهو تحديدا أيضا ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية ما تضمنته المواد 287 و286. في شهادة أحد الزوجين أو الأقارب بالطبع قيل في تفسير نص المادة 286 بأنه إذا ما كان الأمر على هذا النحو فإن للزوج أو الزوجة إذا ما كان القانون قد أعفاه من أداء الشهادة إذا ما رغب هو، ولكن إذا ما أراد أن يدلي بشهادته فلا مانع من أن تكون هذه الشهادة معتبرة وأن يؤخذ بها، وعلى هدي ذلك صارت أيضا أحكام محكمتنا العليا هي محكمة النقض. في نص أيضا بالنسبة ما ورد في نص المادة 25 من قانون العقوبات، إذا ما كان المحكوم عليه بجناية فهذا أيضا يعد فاقدا للأهلية، لا يمكن أن تؤخذ شهادته إذا ما أدلى بها أو كانت هناك ضرورة لإدلائه بهذه الشهادة بخصوص الواقعة المنظورة، تؤخذ شهادته أيضا على سبيل الاستدلال ولا يمكن أن تكون شهادته معتبرة قانونا بوجوب أن يتصدرها حلف يمين. أيضا بالنسبة للصفة ستجد أيضا أنه ليس لوكيل النائب العام الذي الموجود في تشكيل المحكمة الجنائية أو لسكرتير الجلسة أو لقاضيها أن يدلوا بشهادة بخصوص واقعة منظورة أمام المحكمة. في هذه الحالة إذا ما أدلى السكرتير بهذه الشهادة أو أدلى السيد وكيل النائب العام بهذه الشهادة فلا بد من تغيير أي منهما إذا ما أدلى بالشهادة. والقضاء طبعا بالطبع لا يدلي بشهادة في واقعة منظورة أمامه، وذلك لقدسية وحرمة القضاء التي لابد وأن تنال كسب ثقة الجميع واحترامه، ولذلك منع القاضي من أداء شهادة بخصوص واقعة ينظرها على نحو ما فصلنا وما أوضحنا. هذا بالنسبة يعني أثرنا نقاط في مسألة الشهادة، نقاط من الممكن أن تتعرض لها في دعواك من الناحية العملية، وذلك حتى يكون إدراكها طبعا، وهذا لا يعفينا من ترك باقي المواد والشروحات التي أتت بها بخصوص ما يتعلق بالشهادة، وعليك مطالعة ذلك. وكما قلنا ونؤكد دائما بأن ذلك مجرد محاولة لوضع المحامي الشاب على طريق البحث، وذلك لربط ما نقوله بالناحية العملية وكيفية إبداء هذه الدفوع من المتعلقة بالأدلة وطرحها أمام المحاكم وتناولها. وأيضا سنترككم إلى أحد القضايا الجنائية التي تمثلت في إحدى قضايا المخدرات، والتي عول الدفاع فيها على شهادة الشاهد بأنها شهادة لا تصلح أن تكون دليلا معتبرا ينهض بالإدانة لعدم إدراك الشاهد وتوضيح الدفاع للمحكمة بأن الشاهد لم يدرك الواقعة حق إدراكها، وأن شهادته على هذا النحو تكون هي والعدم سواء. أترككم لسماع الجزء من المرافعة المتعلق بهذه الدعوة، وذلك حتى يتم الربط بين ما قدمناه لكم وشرحناه من الناحية النظرية وما كان في الواقع العملي. وأشكر لكم بالطبع حسن الاستماع، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة من استكمال سلسلة الأدلة. We'll be right back.
السياره صندوق السياره والتي كان يقودها المتهم السادس وبها المتهم الاول المتحرى عنه والمسؤول الضبطي والاستراتيجي، ثم قال بانه حال نزول المتهم الاول المتحرى عنه والمأذون لضبطي وتفتيشي، قام المتهم الثاني بتسليمه حقيبة كلية هي حقيبة سفر متوسطة في الحد للمتهم، أشار ثم نزل المتهم الثالث خارج السيارة على الأرض، فأشار إلى القوة المرافقة ثم أحاطوا بالمتهمين وطار الضبط المتهم. طيلة مطالعة أوراق الدعوة قاصدة بما تلقاه في محضر تحرياته وبمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة، لم تشر الأوراق من قريب أو بعيد حسب رواية ضابط الواقعة مدير التحري ومصدر الإذن والقائم بالضبط شاهد الإثبات الأول ولا حتى شاهد الإثبات الثاني، ما يفيد بأن المتهم الذي قدمه على هذه الصورة على علم بما تحتويه هذه الحقيقة. وفي هذا القضاء أحكام بثلاث من ذهب الصلاة، وذلك حينما تقول إن قرينة العلم افتراضها في هذه الحالة وهي مبنى القصد الجنائي في هذه الجريمة إنشاء لقرينة لا يقرها القاضي، وأن للقاضي الجليل في هذا الأمر أن يقر بوجود علم المتهم أو عدم علمه بكون بالمادة المخدرة من خلال شتى العناصر المطروحة عليه على الخاطر عن الدعوة. ونحن نرى برؤية متواضعة أدنى من رؤية المحكمة التي نتعلم منها بأنه لا يوجد ثمة ما يؤيد تصوير ضابط الواقعة والقائم بالضبط بأن المتهم الذي قام بتسليم الشنطة على حد صحة روايته على علم بالمادة المخدرة الموجودة. لم توجد في الأوراق ما يشير من قريب أو بعيد. ثانيا الخدام هو الذي قدم لنا الواقعة على هذا النحو وتناقض بخصوص هذا المتهم والمتهم السائق عذرا بخصوصهما تناقضا بينا يعصف كل إجراء اتخذه حيال المتهمين. الثاني والثالث نراه بدأ في تحقيقات النيابة العامة في صف 29 و 30 و 31 يتكلم عن أنه أجرى تحريات، أكدت هذه التحريات لأن المتهم الثاني يقوم بنقل المواد المخدرة لصالح شخص يدعى محمد جمعة بطريق أبو الغيط أو منطقة أبو الغيط، وهو الذي يقوم بنقل هذه المواد المخدرة في حسابه ويتقاضى الثمن من خلال الزبائن الذي يتعامل بهم. حالة المتهم الأول موضوع الدعوة، أي أنه قرر بأن المتهم يقوم بنقل هذه المواد المخدرة لحساب من يدعى محمد جمعة. حينما يسأل لتحقيقات النيابة العامة عن هؤلاء قد التحريات توصلت إلى ذلك، ثم يقول ويفاجئنا أيضا وهو الذي قرر بمحضر الضبط بأنه شاهد شخص لا يعلمه ولم يقف على شخصه هو المتهم الثاني وكذلك قائم السيارة المتهم الثالث، يقول بأنه لم يعلمهما ولم يقف على شخص ما. فإذا به لتحقيقات النيابة العامة في صفها حينما تحدث عن الضبط يقرر بذلك، ثم تناقض تناقضا بينا استعطى على الملائمة والتوفيق حينما يقول بأنه علم أو من أن تحرياته التي أجرها أسفرت عن أن المتهم يقوم بنقل هذه المخدرات لحساب شخص اسمه محمد جمعة لم يصل بتحريه إلى معرفة اسم الثلاثي، بل في صف 30 السؤال الأخير تحديدا من تحقيقات النيابة العامة يقول له ما قصد المتهمين من إحراز هذه المواد المخدرة ويقول قصدهم الإتجار. ثم يسأل في صف 31 كيف وقفت على ذلك الصف؟ قال من خلال تحرياتي واعتراف المتهمين. هل تحريت عن المتهم الثاني والمتهم الثالث؟ وإذا كنت تحريت عنهم فهل عرفت اسم كل منهم؟ إنك حينما قدمت المحضر الضبط قلت بأنني قمت بضبط الشخص الثاني جاي والمتهم قائد السيارة والذي تبين لي أنه يدعى فلان وفلان ولم تقف على أسمائهم وحرف عنهم. إذا هذا الرجل يعبث بإجراء أشد العبث الذي وصل به إلى حد الكذب، والكذب يبطل إجراءه ويخبر الدليل المستمد له. ومنام على أن نلتمس براءة المستمد. شكرا لك.